قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. رشا مهدي. رشا مهدي فنانة شابة موهوبة جداً، وده واضح من أول ظهور رسمي ليها من خلال فيلم شرم برم، وبعدها بدأت تختار أدوارها بعناية وتتنوع في الشخصيات اللي بتقدمها لحد ما بقى عندها مجموعة مميزة من الأعمال الفنية اللي قدمتها. ظهورها على الشاشة قليل ومشوارها ما فيهوش ولا مشكلة مع أي زميلة، وده لأنها مركزة جداً في شغلها. والنهاردة إحنا هنتكلم عنها وعن أعمالها وليه رفضت المسلسل الشهير عروس بيروت، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. اتولدت رشا مهدي مصطفى في محافظة القاهرة يوم 12 أغسطس سنة 1982. كانت وهي طفلة معروف عنها انها لهلوبة وكمان موهوبة، وده اللي شجعها لما كبرت انها تدرس في المعاهد المتخصصة بالفن. اهلها طبعا شجعوها لانهم شايفين انها في طريقها الصح. دخلت الفنانة رشا مهدي المعهد العالي للفنون المسرحية واختارت قسم الدراما، ومن هنا كانت بدايتها وبداية رحلتها مع الفن. وهي لسه بتدرس بالمعهد شافها المخرج رأفت الميهي، فلفتت نظره موهبتها. وقتها كان بيحضر فيلم الفانتازيا شرم برم مع مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب وقتها، زي الفنان الراحل خالد صالح والفنانة رشا مهدي وأحمد رزق وبسمة. وقدرت رشا مهدي إنها تقدم الدور بتاعها بشكل مميز جدا. الوسط الفني تقريبا اتقلب وبقى يسأل مين الفنانة الشابة دي، لحد ما عرفوا إنها طالبة في المعهد. ووقتها اتعرض عليها مجموعة كبيرة من الأدوار، بس رشا مهدي وبذكائها كبير قررت انها تظهر على الشاشة في اعمال مميزة وترفع شعار فنانة الكيف مش الكم. شروات، البنت اللي جاية من عيلة ارستقراطية وغنية واللي مش بتعرف تتكلم عربي كويس، وزميلة فتحي عبد الوهاب في المكتب وكمان حبيبته. ده ملخص دور الفنانة رشا مهدي في المسلسل الناجح جدا اميرة في عبدي، واللي نجح ونجحت معاه في اول تجربة تلفزيونية في مشوارها الفني. ومن اميرة في عبدي مسلسل مسألة مبدأ، واللي ظهرت فيه إنها أخت إلهام شاهين وبنت الفنان الراحل جميل راتب، واللي بتفقد خطيبها يوم فرحها بسبب الطار، وبرضه نجح المسلسل ونجحت معاه رشا. نيجي لأهم أدوار الفنانة رشا مهدي، وهو دور ماري البنت العصبية صاحبة الشخصية القوية اللي بيعجب بيها صلاح عبدالله وبيطلب إنه يخطبها، لكن بسبب صداقته مع الفنان أحمد آدم بيسيبوا بعض. طبعا ده الفيلم المشهور فيلم هندي، والفنانة رشا مهدي كانت واحدة من أبطاله مع منة شلبي وأحمد آدم وصلاح عبدالله. قدمت رشا مهدي من أول ظهورها لحد دلوقتي حوالي 37 عمل فن بين السينما والتلفزيون، ومنها على سبيل المثال رمضان كريم، لقاء على الهوى، طاقة حب، ميكانو، واحد من الناس، على نار هادية. وحصلت على جايزة عن دورها في فيلم بدل فائت، وبرغم الجايزة اللي أخدتها عن دورها في فيلم سينمائي إلا إنها بتميل أكتر للدراما. انتشرت أخبار كتيرة بتفيد إن الفنانة رشا مهدي واحدة من النجوم اللي هقدمه مسلسل عروس بيروت، وفعلا اتعرض عليها دور مميز إلا إنها رفضت الدور لأنها كان هيطلب وجودها في لبنان لمدة طويلة، وده هيأثر بالسلب على حياتها الشخصية. وبمناسبة الكلام عن الحياة الشخصية، فالفنانة رشا مهدي متجوزة من خارج الوسط الفني من السيد محمد ياسين، وكان حفل زفافهم بسيط وهادي على عكس حفلات زواج الفنانين.